الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد السميدعي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ لبيد، كيف تقرأ تضارب تصريحات حول الوجود الأمريكي وأيضا الموالاة لأمريكا في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. من ناحية الكلام، بالحقيقة سمعنا هذا الكلام كثيرا بالنسبة للتهديدات الأمريكية، ومنذ أكثر من عام ونحن نسمع جعجعة ولا نرى طاحينا. التهديدات الأمريكية بالحقيقة هي مجرد تخويف ومجرد محاولة ضغط على إيران من أجل الالتزام بالاتفاق النووي، والعقوبات التي بدأت تنفيذها ترى مفعولها أسبوع، وزاد عليها ترامب يوم أمس بفرض عقوبات على ما تنتجه إيران من الصلب والحديد إلى آخره. هذه العقوبات أنا أعتقد لن تزيد أمريكا عن هذه العقوبات أو وسائل الضغط الأخرى على إيران. خلاصة القول، أي سيناريو للتصادم بين إيران وبين أمريكا وإيران غير واقعي بالحقيقة، ولا لا، لأن الطرفان لا يرغبان في هذا التصادم. لا أمريكا تريد أن تضرب تهاجم إيران، ولا إيران تريد الحرب مع أمريكا. فلن تبقى، لا يعني، هذه المناوشات الكلامية ستتواصل وسنستمر على سماعها بالحقيقة إلى فترة غير محدودة. يعني نعم، من المستفيد في جعل العراق ساحة للصراع الأمريكي الإيراني؟ كلا الطرفين بالحقيقة مستفيدان من هذه الحالة. العراق هو أصبح ساحة للصراع، لأنه الأزمات الإيرانية ممكن أن تصدر أو تتنفس، إيران تتنفس من خلال العراق. العراق أصبح حديقة إيران الخلفية وعمقا استراتيجيا لها، بالإضافة إلى أن كون العراق هو صلة الوصل بينها وبين سوريا، ومن ثم بينها وبين حزب الله في جنوب لبنان، وكذلك شواطئ البحر المتوسط. بالنسبة لأمريكا، لا تريد أن تتخلى عن وجود قواعدها في العراق، لأن قواعدها تتيح لها، كما أعلن ترامب ذلك، تتيح لها مراقبة التحركات الإيرانية، هكذا قال، يعني تكتفي بمراقبة التحركات الإيرانية، وكذلك تراقب أعمال أو التوسع العسكري الإيراني في سوريا، لأن إيران لديها عدة قواعد في سوريا. المطلوب من إيران من وجهة النظر الأمريكية أن لا تقترب من حدود الكيان الصهيوني، وإلا أمام أنظار أمريكا تبني قواعدها وتتوسع وتتوسط في هذه القواعد. كل ما فعلته إيران أنه ابتعدت بالحقيقة بعد ضغط من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا وروسيا أيضا، ابتعدت، نقلت قواعدها من ضواحي دمشق إلى حلب وفي تخوم حماة أيضا. أستاذ لبيد، ما الغاية في إعلان الحكومة أنها لا تعلم عدد القوات الأجنبية الموجودة على أرضها؟ الحكومة لا تعلم شيء بالحقيقة، لا تعلم، لا آخر من يعلم الحكومة العراقية، لأن أمريكا لا غير مكترثة بالحكومة العراقية، والحكومة العراقية لا تمتلك أي هيبة، والسيادة العراقية ذهبت في مهب الريح، وهي مقسمة بين السيد الأمريكي والسيد الإيراني، وهي فعلا الحكومة لا تعلم بذلك، لأن القواعد تبنى وتتعدد وتزداد عددا وتزداد تعدادا القوات الأمريكية. سمعنا أن عدد القوات الأمريكية وصل إلى 50,000، هذا الرقم قابل للزيادة وقابل للنقصان حسب ما يخطط له السيد الأمريكي، ليس بدون علم الحكومة العراقية. نعم، بالعودة إلى موقف الميليشيات من الوجود الأمريكي، لماذا يعني هذا الصمت من قبل الميليشيات طوال هذه الفترة؟ بعضها يصرح بأنه لا يريد الوجود الأمريكي، وبعضها الآخر يدافع عن الوجود الأمريكي. إذن ما سبب الصمت تجاه هذا الوجود على الأراضي العراقية؟
الميليشيات بالحقيقه لا حول ولا قوه الا فيما يتعلق بالوجود الامريكي. الميليشيات لا تستطيع ان تلغي الوجود الامريكي في العراق، هذا امر واقع بالحقيقه مفروض على الميليشيات وعلى الحكومه العراقيه وكذلك على ايران، لان العراق اصبح بالحقيقه متقاسم بين البلدين، بين امريكا والعراق وايران. لكن الميليشيات بالحقيقة مستعدة للدفاع عن إيران، أو هي أداة من أدوات إيران وذراع من أذرع إيران. فإذا حدث ربما إذا حدث صراع أو شكل من أشكال الصراع بين أمريكا وإيران، فهناك الميليشيات التي هي مستعدة للدفاع، والميليشيات لن تدخل بشكل مباشر في صراع مباشر مع القوات الأمريكية. وهذه مسألة مهمة، وهي الآن تحشد الحشد العشائري السني من أجل ذلك. الميليشيات لديها أذرع أخرى، مثل ما إيران لديها ذراع الميليشيات الشيعية، فالميليشيات الشيعية لديها ذراع يسمى الحشد العشائري وهو سني، من أجل أن يتصادم مباشرة مع القوات الأمريكية. وهناك معلومات على أساس أنه هناك ربما كان هناك قصف أو نية لقصف لمواقع أمريكية أو اعتداء على مواقع أمريكية في شمال بغداد وفي بغداد وفي البصرة أيضا. لذلك كانت زيارة بومبيو العاجلة والمفاجئة يوم أمس لتحذير الحكومة العراقية ومن أجل أخذ استعداداتها لحماية المصالح الأمريكية في هذه المناطق أو في العراق. نعم الأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.